الهلال اللي يمتلك لعيبه يعني انت لو اخذت لعيبه الهلال المحليين كلهم لعيبه منتخب، نعم كلهم اساسيين في المنتخب السعودي، نعم يكفيك ذلك. كان الاشياء الولد الصغير ناصر الدوسري الناس كلها كانت بتخاف عليه، والمدرب هيرفي نادي في المنتخب اعطاه الثقه بلخصه اليه مباراه كبيره مع استراليا، نعم يعني يشهد له صراحه الولد يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني رغم صغر سنه والخانه غير ما خانت يعني مولف توليف في الخانه، نعم والناس كلها اشفقوا لما كان ياسر الشعراني يعني مصاب والناس كلها اشفق على خانه الباك الشمال. فالولد ناصر الدوسري ادى اداء اكثر من انا بقول اكثر من رائع يعني ما شاء الله تبارك الله. الهلال ما في نجوم كبار يعني رغم في ضعف في خط الدفاع شويه، انا اعتقد الكوري عبد الكوري شويه يعني تاس لا اثر، هو بيفهم من جد وكان مفهوم مضبوط الفرقه، بيفهم الفرقه الكوريه تمام بلعيبه الكوريين، لعيبه الكوريين رغم انه لعيبه الكوريين لعيبه سريعين جدا جدا وعندهم ضربات بالراس خطيرين جدا، لكن انا بفتكر الهلال السعودي بامكانيات لعيبته بخبراته قادر انه يجتاز المرحله، وانا اتوقع المباراه ما حتقف على هدف واحد طالما انه الهلال حصل هدف في الدقيقه الاولى. طيب